التعاونية تأسست في 2008-2009، عدد المنخرطين 14، 6 العيالات و 8 الرجال، أكثر منهم الشباب اللي حاملين الإجازة. علاش درتو التعاونية؟ واش الفائدة ديالها على المنطقة؟ الفائدة ديال التعاونية لأنه الفكرة اللي عندنا من لأنه فكرة بغينا نخرجوا من 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 البلاد، بغينا كنشوفوا الشباب كيهاجروا، وحنا جاتنا الفكرة نقلبوا على شي حل باش نحاولوا وحنا نستمروا روسنا نبقاو في بلادنا باش ما نخليو باش ما نبعدوش على البلاد. الفكرة جات من تماك، والفكره بدات باش نبقاو نشريو التفاح، وزرعنا التفاح. فاش زرعنا التفاح لقينا المشكل ديال التسويق، فاش لقينا المشكل ديال التسويق وكنحاولوا نلقاو الحلول، والحمد لله جاتنا الفكره باش نديروا التعاونيه ديال الخل والعصير، ودرناها وخدمنا وجرينا وجبنا الماتيريال اللي هو كيدير الخل والعصير ديال التفاح، وديك باش كنخدموا داك الرقيقه والصغيره اللي هي كنطيعوا منها، وهي الفكره كاع الاساسيه ديال التعاونيه، ولينا كندخلوها للتعاونيه وكنخرجوا منها العصير وكنخرجوا منها الخل. المنتوجات عندنا في 2009-2010 كنا ما كنديروش غير العصير، والعصير والتعاونيه مازال ما معروفاش. المهم للمشاكل والحمد لله داك الشيء راه كل داز، وجاتنا الفكره باش نديروا الخل، والحمد لله جرينا ودرنا الخل ومطلوب دابا في السوق، وعندنا الافكار بزاف ديال البرودويات بزاف الاخرين، بحال الشامبوان، بحال لاباط ديال التفاح، بحال الصابون، بحال، والحمد لله عندنا الافكار، ولينا حنا راه غاديين شويه بشويه. الاثمنه اللي عندنا دابا العصير واصل 20 درهم ان لتر، والفينيغر واصل 50 درهم. وبالنسبة للفوائد ديال الخل وهي متعددة بزاف، وأكثرية واللي هي مهمة كاع أصحاب السمنة اللي كيديروا الرجيم، وهو أحسن خل اللي بغى ينقص من الصحة، وكيستعملوا أصحاب الكوليسترول، كينقص من الوزن وصحاب وبزاف بزاف، واللي راه معروف الخل بالفوائد ديالو. الفوائد ديال العصير وهو مزيان للهضم، وعصير بحال العصير ولينه هو مزيان للهضم، كيهضم وهو طبيعي 100% بدون اضافه. بالنسبه لهذا الشيء ديال العصير جديده، وتقريبا حنا اللي بدينا كاع في المغرب اللي هو في هذا الشيء ديال العصير الطبيعي. الخل راه بعدا كاينين عند الشركات، وليني بالنسبه للعصير الطبيعي وهو عندها التعاونيه، ويلا الناس ولاو كيديروا، وليني التعاونيه ديال الاسيف من اللول، وهي اللي في نظري هي اللي بدات كاع هذا الشيء ديال التجربه ديال العصير التفاح. مرحبا بكم في تعاونيه اسيف من اللول لانتاج خل وعصير التفاح الطبيعيين. معكم حسناء الطالبه بتلك الاجازه في ليور سيونس ماتيماتيك انفورماتيك اي ابليكاسيون، منخرطه في تعاونيه اسيف من اللول اللي كتقوم بانتاج خل وعصير التفاح الطبيعيين. لا بروميير ايتاب كتمر كنديروا الغيسيبسيو دي بوم، من بعد كيمر من البغوياج اي ترياج دي بوم، من بعد لا بريس. بالنسبه للعصير كيمشي كيمر من الباستوريزاسيون الفلتر، وكنعمرو كيمشي ليتيكيتاج و ليكسبيديسيون. التعاونيه كتنتج بين 500 كيلو في الساعه، ذلك راجع لعوامل عدة، منهم الآلات المتطورة اللي عندنا، وهذا الشيء كيخلي الجودة في الإنتاج، وحنا اللي كنشرفوا على الإنتاج أنا ومجموعة من طالبات أخريات. ومن هذا المنبر كنبغي نقدم جزيل الشكر لجمعية أخيام اللي هي الشريك الأساسي في التعاونية، وجميع الشركاء الآخرين، ومرحبا بكم في التعاونية.